مريم، شو بدي؟ قلتك شو رح يصير بأبوكي؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله ما بصير شيء. والله وضعه صعب كتير. بعدين لإمتى بدنا نضل قاعدين بهالمالكانة؟ حتى يفرجها الله. أنا خايفة كتير. من شو خايفة؟ خايفة على أبوكي، خايفة على أمك. صالحة اسمعيني منيح، نحن هلأ لازم نكون قوايا أكثر من أي يوم مضى. بترجاكي لا تحسسي أمك أنك ضعيفة أو خايفة، عم ترجاكيها. لا لا تخافي. بس شو؟ قولي لي بس شو؟ أنا قلبي مفتت على أبوكي ومتمني أنا موت وهو ما تلفح ونسمة هوا. بس شو نعمل؟ شو نساوي؟ نقعد نسوح ونروح مثل الأولاد الصغار؟ الناس وقت الشدة يا صالحة، وأبو طالب ربانا لنكون قوايا بهيك أوقات. يا ولي شو صار فيك يا أبو طالب؟ يا رب وقف معه. الله بيوقف معه إن شاء الله. يلا يلا مرحي شكلي شوي شكلي، حطي لي هالأكل، بعدي لي لهالبنات. يلا 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 على عيني من الصبح بلا أكل. على عيني على عيني يا ستي على عيني. ها حاضر. يا رب. يلا يا صبايا يلا الغدا جاهز، لا تتعوقوا. ها يلا جايين وراكي خالتي، شحنا اجينا. يرضى عليك يا صالحة، ما بدي مبين ضعف قدام أمك أو قدام مخلوق يخلقها. خلص اختي لا تعرفي، يلا هدي حالك تقبريني امشي تحت.